اوجه لكابتن خالد بس لان ده راي عام تقريبا بالزبط. عند اعلام المنافس احتذاء بالظبط. معانا فيديو اوضح برضو بيتكلم عن نفس المنطق ده، فكره الفاول خارج منطقه الجزاء والمقارنه بركله الجزاء للجونه صحيحه. تعالوا نشوفوا الكابتن كريم حسن شحاته ونرجع نعقب. انذار لعمر السعيد النهارده، كمان التحكيم كان كويس سواء في ماتش الزمالك او في ماتش الاهلي، محمود عاشور وامين عمر وطاقم التحكيم، ودي برضو لمسه يد على جوناس النجوم ما شافهاش حكم المباراه، اهي خبطت في ايده لكن عدت. الكره دي بقى فيها كلام، انا يعني بقول لكم كده، فيها اوبستراكشن، فيها اعتراض من مدافع الزمالك لاحمد حمدي، انا بقول ضربه جزاء يعني عشان نبقى صراحه كده وصادقين. محمد عبد الغني دخل في احمد حمدي وساب الكوره، دي ضربه جزاء لصالح الجونه، حق ربنا. دي فيها زقه برضو لمصطفى محمد، مصطفى فتحي، ممكن تحسب ضربه جزاء او فاول لنادي الزمالك، ولكن انتهت المباراه فوز الزمالك 2-0 على الجونه. الكابتن كريم حسن شحاته جاي في مباراتين وعقب ان التحكيم كان زي الفل، تحكيم زي الفل، لكن عندنا بقى ممكن ركله جزاء من وجهه نظره طبعا اللي هي شيكابالا ومدافع الجونه، وزقه لمصطفى فتحي اللي ممكن تتحسب جوه او بره، ومش فاهم ليه ممكن تتحسب جوه او بره مع ان الخط واضح والاثنين اللعيبه المدافع والمهاجم بره، وكمان حق ربنا في ركله جزاء للجونه امام الزمالك. يبقى على اي اساس يا كابتن كريم التحكيم زي الفل؟ التحكيم مش زي الفل خالص يا كابتن كريم، خاصه ان ركله الجزاء اللي حضرتك معترف بيها للجونه، ودي طبعا بنشكرك عليها لان الكابتن خالد الغندور ما شافهاش اصلا، لكن حضرتك قلت انها فيها اعتراض، وبالتالي يا ركله الجزاء حق ربنا. كانت والنتيجه 1-0، يعني كانت ممكن تبقى النتيجه 1-1، وهنا كان ممكن يحصل تغير تام في نتيجه المباراه وسير المباراه. الغريب بس ان الكابتن كريم حسن شحاته في الاخطاء التحكيميه دي كان هادي جدا يا فارس. كان هادي وكان بيتعامل بمنطق واضح، تحكيم جيد، كل حاجه كويسه، الدنيا ماشيه. ولكن هل ده موقف كابتن كريم حسن شحاته اللي بيتعامل بيه دايما؟ اكيد لا. وفي حاجه قبل ما نطلع للفيديو احب اقولها للكابتن كريم حسن شحاته، وهو حد خلوق جدا ودايما تعليقاته هادئه، ولكن هو قال انا انتظروا مني مزيد من الحياديه لما انتقل لقناه نادي الزمالك. طيب احنا هنشوف، احنا عايزين قبل ما اصلا تنتقل. وانت خارج قناه نادي الزمالك عندك الحياديه دي؟ في مباراه الاهلي والاتحاد كان في لعبه كانت اثار الجدل في الهدف، الكره بتاعت سعد سمير بالظبط، اللي طلع احنا فيها معترضين على فكره نقول الهدف لان الحكم صفر قبل ما توصل لاحمد رفعت. هو كان بيروج ان الكره المفروض كانت تحتسب هدف، وان في مخالفه اللي اتحسبت مش موجودة على لاعب الاتحاد. هنشوف كابتن كريم حسن شحاتة وهو بيدافع بكل قوة ويوجه المداخلات مع الحكام في اتجاه معين. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الدقيقة 37 هدف ملغي او مش ملغي، ان هو مش هدف، هو كان في مخالفه قبل تسجيل الهدف. مخالفه لمين بقى وعلى مين؟ قال سعد سمير. احنا قلنا مخالفه اوكري، مش اوكري، هو اوكوي او هوكوي. هو في عمل ايه يعني؟ ايه المخالفه جت ازاي؟ بص يا كابتن، هو لاحظ انا النهارده وانا بطلع بلعب الكره بالراس، انا المفروض يكون في التنافس، حتى لو اوكي دوت هيطلع معايا يبقى هو بيطلع بيتنافس على الكره وليس بيتنافس على جسمي انا. هو لما انا ببقى في الهواء اي صدام ليا كلاعب مدافع في الهواء انا بختل توازني، وبالتالي ما بقدرش اوصل للكره اللي انا مفترض ان انا العبها. انا شايف ان الدفع هنا كان موجود لحظه الكره ما تتعمل اوفر. دفع منين بس؟ دفع منين يا كابتن؟ ده هو اللي قدامه، ده هو قدامه اوكوي قدام سعد سمير، ده هو بعد ما سعد سمير اللي عمل الكره بدماغه خبطوا في بعض اصطدام عادي. دفع يا كابتن كريم في نتيجه المخالفه يا كابتن. انا خلي بالك، انا اللعبه انا وانا مسجل الماتش وبشوف الحلقه. لا يعني حضرتك شفتها من زاويه غير احنا شفناها في التلفزيون؟ انا شايف كده. لا هو الدفع موجود يا كابتن. لا موجود كريم، وهو حتى لو انا النهارده هسال سؤال، هو هنا النهارده اللاعب وصل للكره ولا لا؟ مباراه كسب فيها الاهلي برباعيه، وكان كابتن كريم حسن شحاته عامل الحدث بعد المباراه هي محاوله اثبات ان في هدف صحيح للاتحاد في الكره دي تم الغائه. كابتن كريم حسن شحاته هو شايف ان هو كده بيتحلى بالحياديه، ولما ينتقل لقناه الزمالك هيكون اكثر حياديه. اعتقد فيديوهات ونسبتها هتكتر معانا قوي يا احمد لما يروح قناه الزمالك. شغل.
لكن الكابتن كريم حسن شحاته احقق الحق، هو يعني رجع بالليل قال انا خلاص انا اسف الكره انا شفتها كويس تاني او حاجه زي كده، فهي مش جول بس عشان ناكد المعلومه. لكن الحقيقه بما اننا بنتناول اخطاء تحكيميه، معيارنا من بدايه الحلقات اللي بدأناها معكم هنا حتى النهايه ان شاء الله هو الاراء التحكيميه، فنشوف الاراء التحكيميه.